رام الله ومخططات وبرامج القوائم لمواجهتها. نرحب اليوم بممثلي القوائم المتنافسة سيدة لبنى فرحات قطان قائمة منارة رام الله، ابتسام حصري قائمة رام الله المستقبل، عيسى قسيس قائمة أبناء البلد، جمال حداد قائمة رام الله بلدنا. ننوه أنه عملا بمبادئ المهنية الإعلامية، فقد تم توجيه الدعوة لكافة القوائم الانتخابية الخمسة المترشحة لانتخابات مجلس بلدية رام الله، لأننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكن للأسف اعتذرت قائمة واحدة وهي الكتلة المستقلة لأنها رفضت أن تكون على طاولة الذين تعتبرهم أنهم كسروا العرف في انتخابات بلدية رام الله، وذلك وفقا لما أكدته لنا القائمة. أرحب بالجمهور المشارك معنا في قصر رام الله الثقافي، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه المناسبة. قبل البدء في المناظرة ندعو الجمهور إلى المشاركة في التصويت الإلكتروني الأول والإجابة على سؤال هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة، ذلك بنعم أو لا. كما ندعو الجمهور إلى صياغة أسئلة للقوائم المتنافسة على نموذج خاص، علما أننا سنقوم باستثناء أي سؤال يحوي على تخوين أو تجريح أو اتهام شخصي. في القسم الأول من المناظرة لكل قائمة دقيقة واحدة كي تعرف بنفسها، ونبدأ مع قائمة منارة رام الله. حدثينا عن القائمة، عدد أفرادها ذكورا وإناثا، وما هو الهدف الأساسي من هذه القائمة؟ قائمة منارة رام الله ائتلاف وطني ديمقراطي، كتلة فيها خمس إناث بما فيها رئاستها والباقي شباب، نحن 13 شخص فيها بشكل عام. هي تمزج بين حماسة الشباب وخبرة الكبار، وفيها حضور واسع للمرأة وتنوع خلفيات مرشحيها ومشاربهم. الهدف الأساسي هو تقديم رؤية لخدمة المواطنين بشكل جيد بصرف النظر عن اختلاف خلفياتهم ومشاربهم، والانتقال من واقع البلدية إلى البلد، والتركيز على المواطنة والشراكة في البناء والتطوير. ننتقل إلى قائمة رام الله المستقبل. حدثينا عن القائمة من حيث عدد أفرادها ذكورا وإناثا، وما هو الهدف الأساسي من إطلاق هذه القائمة؟ إحنا اسم قائمتنا رام الله المستقبل رقم 2، مشكلين الكتلة من 3 صبايا و5 شباب. شعارنا هو الاستقلالية والمهنية. تخصصاتنا كلياتها مختلفة عن بعض عشان نكمل بعض في داخل المجلس. أنا بترأس القائمة الموجودة، وتمنياتي على الكل إنه يركزوا باختياراتهم وأكبر عدد يروح ينتخب. دورنا إنه نشتغل لخدمة هاي البلد، وأنا بحب أكون جزء من هاي الناس اللي ممكن تخدم رام الله وناسها، واللي أنا جزء منها. شكرا. نفس السؤال لأبناء البلد، حدثنا عن القائمة، الهدف الأساسي من إنشائها ونسبة أفرادها ذكورا وإناثا، تفضل. أشكرك. لا يريد تلك قاعد بعد إذنك، تفضل. إن شاء الله بدي أبدأ. بعد إذنك بس تستريح، تفضل. أنت مستريح. صمت إجلالا لشهدائنا. مساء الخير. كتلة أبناء البلد، كتلة بتتكون من 15 صبية وشاب، كتلة فيها تنوع من ناحية العمر والكفاءة. هي أكبر كتلة، هي كتلة كاملة من 15 فرد، فيها 4 صبايا و11 رجل. في عنا من الكفاءات من الدكتور للموظف الصغير،
مرورا بالاكاديميين والكفاءات اللي بتقدر تحمل الحلم تبعنا لرام الله. رسالتنا حكيناها بشكل مقتضب، قلنا معاكم بدينا ومكملين وعارفين لوين رايحين، والفكره انه احنا بنشوف انه رام الله من خلال المجالس المتعاقبه انجزت الكثير، واحنا بنحترم اللي انبنى وبدنا ننتقل الى رام الله. الهدف الأساسي منها وكم عدد الذكور والإناث داخل القائمة؟ مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. رام الله بلدنا هي كتلة متعددة من كافة فئات المجتمع الفلسطيني، فيش فرق بين أي واحد موجود في البلد من غض النظر عن أصله وفصله. إحنا أولاد البلد، إحنا أهل البلد، إحنا سكان البلد، إحنا بنعطي للبلد، وبناء عليه قررنا كمهتمين كمجموعة مهتمة بخدمة البلد بطريقة جديدة وبرؤية جديدة إنه نبدأ جمع حالنا كشباب وصبايا، مهندسين، محاميين، إداريين، تجار، رجال أعمال وغيره من هذه التشكيلة المعروفة في البلد، من أجل أن نقدم أفضل ما يمكن لمدينة رام الله الحبيبة. إحنا كقائمة عندنا تصور واضح وجدي وتفصيلي لأي شيء يتعلق بخدمة ويتعلق بدور بلدية رام الله. في القسم الثاني من المناظرة نسأل عن قضايا الحكم الرشيد ونخصص دقيقتين للإجابة لكل قائمة من القوائم المتنافسة، علما أن 33 فائزة 8% من الشكاوى والبلاغات التي وصلت هيئة مكافحة الفساد خلال تقرير العام 2020 كانت على الهيئات المحلية. حولت الهيئة منها 40 ملفا إلى نيابة جرائم الفساد. ونبدأ هذا القسم بقائمة رام الله المستقبل. ماذا ستأتي بشكل دوري للرأي العام؟ أول إشي بدي أحكي إنه البنهكة فيه أنا مشتغلة فيه كتير. الإشي اللي بضمنه استقلالية المجلس بقراراته، واللي هي جاي من مهنية وداخل المجلس بدون أي تجاذبات فصائلية. الجزء الثاني قيام المجلس بالدور المنوط فيه وعلاقته مع المدير مع رئيس البلدية. الإشي الثالث الشفافية في الحصول على المعلومة على البلدية. أنا جيت أدخل على البلدية أشوف البيانات لقيتها مش موجودة وطلبتها لأنها انحطت على الويب سايت الموجودة. الشكاوي والحكم وسياسة الباب المفتوح عشان الناس تيجي في نظام شكاوي فعال زائد شفافية بالمعلومة زائد مجلس بقوم بدوره المطلوب منه، إضافة لتحفيز الموظفين الموجود داخل البلدية حتى يقدر يقوموا بالدور اللي مطلوب منهم. وشكرا. انتقل إلى البلد، ماذا ستفعلون من أجل تعزيز النزاهة والشفافية داخل البلدية وما هو مخططاتكم في هذا الموضوع؟ أشكرك. المضبوط هذا السؤال أساسي بعمل البلديات والمجالس المحلية. كتلة أبناء البلد راح تتأكد إنه يكون في لجان خاصة بالتدقيق والامتثال، الامتثال للتعليمات الداخلية والقوانين المرعية الموجودة في البلدية والتدقيق الداخلي وليس فقط التدقيق الخارجي. زيادة على هيك وهذا إشي أساسي، بالنسبة لعرض البيانات المالية والإدارية احنا بنشوفها موجوده على الموقع الالكتروني، ممكن تتاخر لسبب تقني ولكن كلنا بنعرف انه في ضغط بمواسم معينه، ولكن العرض لازم يكون موجود، لازم المواطن يعرف مداخل البلديه مواردها ومصاريفها. بهذا الخصوص راح يكون في لجان، اساسا اللجان موجوده بس احنا راح نعززها وراح نشتغل معها. تفعلون لتعزيز النزاهة والشفافية داخل البلدية، وهل ستقومون بنشر تقاريركم المالية والإدارية بشكل دوري للرأي العام؟ طب بالتأكيد، والمشاكل التقنية اللي بتمنع ينشر تقرير مالي لـ 2020 مدقق نزل اليوم الصبح بعد محاولاتنا الطويلة لنوصل 2020، بحكي مش 21،
للأسف ما كانش موجود، وهذا أعطانا حافز مهم إنه نشوف المشاكل التقنية اللي نحكى عنها كيف ممكن إحنا نقدم حلول لها، والتقارير هذه وترتفع حسب الأصول في موعدها. شغلة تانية، إحنا ككتلة عارفين شو بنعمل. في عنا إشي اسمه لجان أحياء يجب أن يكون جزء من هذا القرار. في عنا جلسات علنية متعددة الناس تحضرها وهذا يكون جزء من الحوار والقرار. في عنا تقارير شبه سنوية هنصدرها، مش سنوية فقط، 6 أشهر وسنة نصدرها بكافة المواضيع العالقة في البلدية عشان الناس تعرف شو عم بيصير في البلدية. في عنا مجلس شباب صغير هنشكله يكون موازي معانا ويشارك في جلسات المجلس البلدي عشان نقدر ناخذ قرارات تهم الشباب ويكونوا عارفين عنها. في عنا شيء اسمه هيئة مكافحة الفساد حكيت عنها انت، يجب ان نفتح قناة مباشرة معهم، وفي مؤسسة امان على سبيل المثال يجب ان نفتح قناة معها. كل هذه المعطيات وغيرها وكل هذه الوسائل يجب ان تكون متاحة امام الناس، واولا الناس واخيرا الناس. تعزيز النزاهة والشفافية داخل البلدية، وهل ستقومون بنشر تقاريركم المالية والإدارية بشكل دوري؟ أنا راح أقدم حلول عملية، بديش أدخل بالشعارات الفضفاضة كلمة الشفافية، بدي أقدم حلول عملية من وجهة نظرنا اللي هي بتساهم في تعزيز الشفافية داخل العمل في المجلس البلدي. الاقتراح الأول إنه طبعاً بالاتفاق مع المجلس إنه تكون الجلسات علنية، ليش لا؟ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية أولاً، وثانياً عقد اجتماعات دورية مع المواطنين وتلمس همومهم، لأنه أحد المشاكل كانت صندوق الشكاوى، إنه في ناس إحنا تحدثنا معهم إنه هن بحطوا شكاوى بس بيعتقدوا إنه لا تؤخذ على محمل الجد ولا ينظر فيها، فهذا مهم أيضاً. مهم إنه محاضر الجلسات اللي بتصير إنه تكون منشورة وموجودة على موقع البلدية، أي حدا بيقدر يفوت عليها وياخذ معلومات. ومهم طبعا ومنأكد على أهمية نشر التقارير المالية الصادرة بشكل دوري. شكرا. قبل الانتقال إلى الحصة الثالثة من المناظرة، نعود إلى نتائج الاستطلاع الذي قمنا بتوزيعه قبل قليل على المواطنين. السؤال كان هل ستشارك في الانتخابات؟ 93% قالوا بأننا نعم سنشارك في هذه الانتخابات، 7% قالوا لا لن نشارك في هذه الانتخابات. نعيد النتيجة مرة أخرى، السؤال كان هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟ 93% قالوا نعم، 7% قالوا لا. كما ندعو الجمهور إلى التصويت معنا على سؤال الاستطلاع الثاني، هل ستصوت على أساس عائلي أم حزبي أم على أساس البرنامج الانتخابي، وذلك بعد لحظات من الآن. ننتقل الآن إلى القسم الثالث من المناظرة، نسأل عن البرنامج الانتخابي ونعطي لكل قائمة دقيقتين للإجابة على السؤال، ونبدأ مع قائمة أبناء رمل أو أبناء البلد عفوا. هناك تشابه كبير في البرامج الانتخابية، ما الذي يميز برنامجكم الانتخابي عن غيره من البرامج المطروحة؟ اللي بيميز برنامج أبناء البلد إنه أبناء البلد فرجوا إيش في عندهم ومش جداد على السوق، مش جداد على السكان، مش جداد على أي مواطن موجود في رام الله. إحنا بدينا في برنامج قوي ومستمرين بالبناء من خلال محاور 3. بالنسبة للخدمات، الخدمات المميزة اللي بتقدمها البلدية بدنا نقدمها بطريقة ريادية وبطريقة خلاقة، وبنحكي بتفاصيلها خلال المناظرة إن شاء الله. موضوع الثاني كثير بهمنا، نبرز الوجه الحضاري لرام الله من ناحية التراث والفن والرياضة والاجتماع وكل التفاصيل هذه. والموضوع الثالث واللي هو الأهم، إنه رام الله المدينة أو القرية الصغيرة صارت مدينة، صارت قرية كبيرة وهلا صارت مدينة كبيرة، وبالتالي موضوع التنمية في رام الله صار أساسي. لا شك إن المجلس البلدي، المجالس البلدية المتعاقبة بنت وبدت فيها، إحنا مستمرين فيها ولكن بطريقة تركز على موضوع التنمية أكثر. والتنمية بتبدأ من بناء الإنسان المنتمي إلى أبعد، يعني منقول السماء هي حدودنا من ناحية التنمية في البلدية. ما رح نقدر نحقق كل شيء، ولكن هي لبنات ببنيها كل مجلس بلدي، وإن شاء الله نقدر نحقق. هناك
نشاب كبير في البرامج الانتخابية المطروحة، ما الذي يميز برنامجكم الانتخابي عن غيره من البرامج؟ تفضل. بطبيعة الحال يعني المجلس البلدي معروف دوره، فبنحكي عن خدمات متنوعة معروفة للكل، شو هاي الخدمات، شو أنواعها وكيف وليش. ولكن الفرق والجبع لهذا السؤال هو كالتالي: أولا إحنا حنكون واقعيين بطرحنا، مش حنكون نحكي شعارات ووعود لن نستطيع أن نقدمها، هذا إشي أساسي. ثانيا حكينا عن الشفافية وكيف نرجع نرفع درجة الشفافية والعلاقة مع الناس في هذا الموضوع ودور البلدية وخدمات البلدية وقرارات البلدية إلى آخره. شغلة ثانية بحب أحكيها وهي سيكون هناك جهد جاد في المساواة بين جميع أحياء مدينة رام الله وبين جميع مواطنين مدينة رام الله، بمعنى أي خدمة تقدمها البلدية لأي مواطن وأي حي وأي منطقة سكنية وغير سكنية يجب أن ينظر للجميع بتساوي بهذا الموضوع، ما يكونش في أي إخفاقات أو عدم تمكين الناس من الحصول على هذه الخدمة. الشيء الثاني إحنا حابين نشتغل عليه ونميز عنه ككتلة هو العلاقة مع القطاع الخاص، كيف القطاع الخاص يكون جزء من تطوير المدينة، ولكن ولا مرة حساب الخدمة، ولا مرة حساب الناس، ولا مرة حساب حقوقهم في هذا الموضوع. بحب كمان أحكي إحنا بنشوف مدينة رام الله مش بس مدينة محلية ولا هي مدينة فلسطين، رام الله موضع ويجب أن تتموضع عالميا بشكل مختلف وبشكل إيجابي، وتكون هي عنوان مهم لجميع العلاقات اللي ممكن تيجي على مدينة فلسطين، على دولة فلسطين. وبالتالي إحنا ككتلة بهمنا جدا الصورة تبعت رام الله، صورة تبعت البلد، بهمنا كمان الخدمات تكون في مستوى نوعي، مش بس خدمات بمعنى العام، ولكن كمان بهمنا إنه الشارع. قبل أن نكمل هذه المناظرة نذكر في سؤال الاستطلاع: هل ستصوت في الانتخابات على أساس برنامج انتخابي تنظيم سياسي أم على أساس عائلي؟ نعود مرة أخرى إلى منارة رام الله، هو نفس السؤال المطروح، تشابه كبير في البرامج الانتخابية المطروحة، ما الذي يميزكم عن غيركم؟ أول شيء البرنامج إنه واقعي وقابل للتطبيق بداية، ومركزين إحنا على إشي أساسي اللي هو تعزيز دور البلدية كسلطة حكم محلي، تصير هي قادرة إنها تسيطر أو إنها تنظم شؤون المدينة والمواطنين بشكل أفضل. نحن نعلم جميعاً إنه في السابق البلدية كان لها دور، في لها كان شرطة وفي لها محكمة خاصة فيها. لا شرطة بنحكي فقط، إحنا عم نركز على مخالفات السير مش عم نحكي عن الجانب الجنائي، بس هذا بعطيها صلاحيات أوسع إنها تنظم الحياة وشؤون المواطنين، مش بس تقدم خدمات. نعم الدور الأساسي للبلدية إنها تقدم خدمات، ولكن هذا مهم. ولأجل ذلك نحن شرعنا بتشكيل مجلس سميناه مجلس الإسناد، اللي هو برفدنا بالخبرات، اللي هو عبارة عن كفاءات مختلفة وشخصيات اعتبارية عندها كفاءات مختلفة، ترفدنا بخبرات وتساعدنا وتصوبنا وتراقب على عملنا إذا إحنا أخفقنا في مرحلة معينة. شكرا. نفس السؤال لرام الله المستقبل، تشابه كبير في البرامج الانتخابية، ما الذي يميزكم؟ بديش أعيد نفس الحكي لأنه بتشارك مع كل زملائي والموجودين بنفس الموضوع. ما يميزنا إشي إضافي عن اللي انحكى، طبعاً كل اللي انحكى بمحله، وبشوف إنه أصلاً تقاربنا بالرؤية قبل ما نكون بالمجلس بيساعدنا كتير داخل المجلس ننفذ الرؤية هاي مع بعض. الإشي الثاني اللي بشوفه أنا إنه دورنا، أنا بدي مثلاً أنا إذا خدت رئيسة البلدية بشوف في استفتاء بدي أحط فيه للجمهور أولوياتهم، ونبدأ نتطلع بالموارد الموجودة للبلدية ونحاول نديرها بالشكل الأمثل ضمن أولويات الناس. هذا ماخدين بالاعتبار الباسك والخدمات الرئيسية اللي يجب أن توصل لكل الناس بعدالة، إضافة لوجودنا بالمجالس المختلفة، تفعيل الدور تاعنا بالكهرباء بالمية بكل المجالس، وتفعيل لجان مجلس الإدارة بأنه تقوم بالدور المطلوب منها. وضل نقطة أخيرة للتشبيك مع الداخل والخارج، ما يميزنا إن عنا شبكة علاقات داخلية مع الحكومة، مع القطاع الخاص، مع الخارج،
كله فلسطينيين دونرز اي حدا ممكن يشبك مع بعض ونعزز الموارد ونزيدها اضافه للصرف الامثل للموارد الموجوده. شكرا. المناظرة الانتخابية وفيه نتعمق في وعد واحد أطلقته القائمة الانتخابية ونبدأ على أرض الواقع ونعطي لكل قائمة دقيقتين للإجابة على هذا السؤال ونبدأ مع قائمة رام الله بلدنا. رام الله بلدنا جاء في برنامجكم الانتخابي ما يلي: تحويل رام الله إلى مدينة صديقة للبيئة. كيف ستطبقون هذا الشعار في ظل ضيق المساحات، في ظل آلاف مؤلفة من المركبات التي تنشر عوادمها بشكل يومي في الهواء؟ كيف ستطبقون هذا الشعار على أرض الواقع؟ هذا سؤال لكل البرنامج مش بس المزبوط. يعني احنا يعني عندنا مجموعة أفكار فيما يتعلق في البيئة. النقطة الأولى هو زيادة الخضار في مدينة رام الله بأكثر من طريقة في أكثر من موقع موجود، ولكن ليس كافي والناس بحاجة له. نقطة ثانية، احنا بنعرف انه المدينة مقتضة زي ما حضرتك حكيت، والبلد فيش مجال فيها لإطلاق أي شيء يساعد هذا الموضوع. فإحنا برؤيتنا حيكون في هناك تنظيم وتنظيم أوسع لمدينة رام الله، بمعنى الخروج من جوا البلد من نص البلد نطلع لبرا، نأهل هاي المناطق بطريقة مختلفة، نأهل كل البنية التحتية تبعت المسافات والمساحات الموجودة برا ارتفاع تبع مدينة رام الله، ويكون جاهز لأي حدا بده يعمل يسوي أي شيء هناك يكون جاهزينه. إشي تاني حابين نعمله إنه هو الحدائق الموجودة هي على رأس وادعين، بس هي حدائق صغيرة مشكلتها سوار مش آمنة وإلى آخره، وبالتالي إحنا حنبحث عن مكان يسمح ليعطي مساحة كبيرة نعمل مجموعة من الحدائق العامة يستخدموها الناس. في كمان شغلة تانية بتبنى في موضوع البيئة، إنه إحنا حنشجع ونعطي حوافز للمستثمرين ينشئوا مصانع أو شركات أو مؤسسات تستخدم الطاقة البديلة وتستخدم ماكينات أو أجهزة أو معدات أو آلات العلاقة بالطاقة النظيفة، وبالتالي إحنا هنساهم قد ما بنقدر في هذا الموضوع من خلال هذه المجموعة من البرامج. كمان بحب أضيف على هذا الموضوع إنه في مدينة رام الله مساحات غير مستغلة صح. ومدينة رام الله عندها مساحات أراضي غير مستغلة بالطريقة الصحيحة، وبالتالي إحنا بنعرف إنه ممكن نحول هذه المحلات لأطفالنا حدائق خاصة بالأطفال. عم أنتقل إلى منارة رام الله جاء في برنامجكم الانتخابي: التصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية والغزو الاقتصادي وسرقة الأراضي والمياه. السؤال: كيف سيتصدى مجلس بلدي في رام الله لسياسات احتلالية عنصرية تمتد على أكثر من 70 عاما ماضيا؟ المجلس الوطني دوره الأساسي هو وطني أساسا. ومنستذكر قبل كان في الكتلة الوطنية اللي كان شعارها لا للإدارة المدنية، ونعتقد انه هذا الدور الاساسي انه تكون وطن المجلس وطنيا خالصا، اضافة الى انه الانتباه لموضوع تسريب الاراضي. احنا ضد بكافة الاشكال تسريب الاراضي للاحتلال، يجب التنبه الى هذا الموضوع لانه في طرق مباشرة وقنوات مباشرة وقنوات غير مباشرة، ونحن طبعا في هذه المواعيد دي على اتصال راح نكون مع منظمة البي دي اس اللي هي لها علاقة كمان بالمقاطعة وتسريب الاراضي وتصنيفات هذه المواضيع. فبهي الطريقة احنا راح نتصدى لهي المشاريع الاستيطانية، وراح نوقف ونقول لا لأي مشروع قد يكون في نحس انه في قد يكون هذا الشيء موجود فيه. شكرا. رام الله المستقبل جاء في برنامجكم الانتخابي ما يلي، وهنا اقتبس: تحرير المجلس البلدي من الهيمنة والتدخلات الخارجية. ماذا تقصدون بذلك وما هي الخطة للتصدي لأي تدخلات خارجية؟ لو كنت بدي أروح بفصيل معين، أنا عدة ناس طلبوا مني أدخل معها. كان الهدف من كل الموضوع إنه نكون عندنا استقلالية القرار في داخل المجلس فقط لمصلحة المواطن والقرارات المهنية. بالتالي هدفنا الرئيسي نكون مستقلين، والحكي اللي بحكي عنه مني وطالع وليس مني وقبل، لأني ما بنتقد أي شيء سابق. أنا اللي أعرف نكون داخل المجلس نقدر نعمل قرارات مبنية على مصلحة البلد، أقدر أفتح ملفات مهمة مثل المرور، الرسوم،
أي قرارات أقدر أقترح حلولها أو دراستها على مبدأ مهني مبني على المهنية والشفافية للناس وليس على تناقضات أو تجاذبات حزبية إن كان داخل المجلس أو برا المجلس لمصالح معينة. شكراً. أنتقل إلى أبناء البلد. جاء في برنامجكم الانتخابي ما يلي: تأهيل مناطق صناعية وحرفية جديدة. السؤال: هل المدينة بوضعها الحالي قادرة على استيعاب المزيد من المشاريع الصناعية والحرفية الجديدة؟ وأين تقترحون إقامة مثل هذه المناطق؟ إحنا لما ذكرنا بالبرنامج الانتخابي استعملنا تعبير الإبداع، ولما نقول الإبداع يعني أنا بقدرش أدني أشتغل بالنمط بالطريقة النمطية الكلاسيكية. لا شك نعم عدد كمية الأرض اللي بنقدر نستفيد منها بمناطق صناعية هي محدودة ومحدودة جدا، ولكن بقدر الواحد يفكر بمناطق صناعية نموذجية. ما إحنا بنلاحظ وبنعرف وبنشوف إن المنطقة الصناعية في رام الله كتير في مجال ينشغل عليها، كتير في شغلات، وإحنا بنوعد ووعدنا وراح نشتغل على العمل مع كافة القطاعات ذات العلاقة في إنه نقدر نستفيد من المساحات اللي موجودة في المنطقة الصناعية واللي هي مش مناطق مستغلة بشكل كامل. من هون بدي أنطلق بحكي وأقول إنه في مخطط هيكلي توافق عليه، وإحنا بنشوف وعرفنا وشفنا وقرينا إنه المناطق الأراضي في مدينة رام الله زادت وفي شوارع وفي شغلات كثيرة، وإحنا شايفين إنه في مجال لمناطق صناعية وبرجع بقول نموذجية، وبنموذجية بعني إنها صديقة للبيئة، بعني إنها مش كلاسيكية نمطية، فهذا هو التوجه تبعنا. وشكرا. القسم الخامس من المناظرة نعرض نتائج السؤال الثاني من الاستطلاع على الشاشة. شباب لو سمحتوا تعرضوا لنا النتائج. هل ستصوت على أساس برنامج انتخابي؟ 73% قالوا على أساس البرنامج الانتخابي، 21% قالوا على أساس تنظيم سياسي، 6% قالوا على أساس عائلي. إذن نعيد النتيجة مرة أخرى. هل ستصوت على أساس برنامج انتخابي؟ كانت النتيجة 73%، تنظيم سياسي 21%، وعلى أساس عائلي 6%. ننتقل الآن إلى القسم الخامس من المناظرة ونسأل فيه عن أبرز المشكلات التي تواجه المدينة وما هي مخططات القائمة من أجل حلها، ونعطي لكل قائمة دقيقة واحدة كي تجيب على السؤال من الأسئلة الموجودة. نبدأ بقائمة منارة رام الله. مكب للنفايات على بعد أمتار قليلة من المسير أو المسار الرياضي في المنطقة الصناعية، كيف ستعملون على حل هذه المشكلة؟ أصلاً المكب غير قانوني وغير صحي، كيف ستحلون هذه المشكلة؟ تفضلي في دقيقة. طبعاً إحنا نجد أنه في كتير مشاكل بتواجهها المدينة إذا سمحت لي. طبعاً أحدها هي التخلص من النفايات الصلبة. طبعاً أحد الخيارات اللي هي الأوبشن، الخيار تبع زيرو ويست، اللي حرقها وإعادة تدويرها واستخدامها في الطاقة، بالتالي الطاقة الكهربائية. في مشكلة إحنا بنلاقيها، أبرز المشاكل الموجودة هي الحفاظ كمان حالياً على النسيج، لأنه النسيج الوطني للبلد والتعددية في رام الله، لأنه رام الله بلد احتضنت الجميع وهي قائمة على الانفتاح والتعددية، وإحنا هذا الإشي حابين إنه يضل نحافظ عليه. في أزمة السير أيضاً، وعندنا حلول إبداعية إنه نحلها، اللي هي في إنه يكون مراكز تجارية خارج المدينة فيها المناطق اللي تستوعب هاي السيارات، أو سيارات أو مركبات النقل العمومي بشكل عام، إنه يكون في لها مخصص مسرب خاص للتعامل معها. شكراً. رام الله المستقبل. تعاني رام الله من انتشار لبعض مشاغل الذهب داخل الأحياء السكنية. وفقاً لوزارة الصحة هذه المشاغل تستخدم مواد كيماوية خطرة قد تؤدي إلى أمراض سرطانية. كيف ستتعاملون مع هذه المشاغل مستقبلاً؟ قبل ما أنا مش راح أجيب الحل السحري اليوم، بس بقدر أقول لك إنه كيف الطريقة اللي ممكن أدخل فيها لصناعة قرار من هذا النوع، واللي هي بدها تكون مبنية أولاً إنه دراسة تقييمية أو دراسة الوضع، إنه تشخيص الوضع من خلال السكان
ومن خلال الناس اللي بتشتغل في هذيك المناطق. وعليه بعد ما نحلل المشكلة ندرس في إشي بيطلع منه نتيجة الدراسة اللي هي الخيارات الممكن نأخذها، وقد تكون عدة خيارات يتم التوافق معها. مش راح نعمل أي خيار ما يكون فيه توافق مع الكل الموجودين عليه. يعني إذا بدنا نعمل حل يكون على حساب حدا مقابل حدا مش راح يكون موجود، راح نعمل الحل بالتوافق، والبدائل لازم تكون على المستوى اللي لازم تكون موجودة فيه بالوضع اللي كانوا فيه، يعني عشان ما يكونوا متضايقين ومعترضين. أنتقل إلى أبناء البلد. رام الله تعاني من إغلاق بعض الشوارع من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية. على سبيل المثال أمام بيت مسؤول نشد كرفانات الحراسة على الرصيف العام، هذا الرصيف منفعة عامة وليس منفعة خاصة، وما أكثر المسؤولين في مدينة رام الله. السؤال، ما هو المخطط في التعامل مع الحكومة والأجهزة الأمنية في هذه القضايا؟ يعني إحنا ما بدنا نتعامل على الإشي الموجود كأمر واقع، بدنا نتعامل على الإشي الموجود كاستثناء، والاستثناء ما بنحل إلا بالحوار. احنا معنيين، وانا لما قلت انه احنا رؤيتنا للبلديه في المجلس البلدي الحالي اللي بدنا نشتغل فيها هي طريقه فيها ابداع وفيها رياده، الفكره انه نفتح الحوار. هذه الشغلات ما بتتغير الا بالحوار، وما اظن انه في حدا في رام الله مسؤول او مواطن برفض اي طريقه بالحوار البناء بتؤدي انه المدينه يكون فيها وجه حضاري مشان يشوفها ويستمتع فيها الطفل والشاب والصبيه والمستثمر. خصوصاً في تمام الساعة 8 صباحاً عند الذروة والثالثة ما بعد الظهر. هل لديكم أي حلول إبداعية للتخلص من هذه الورطة؟ إنجاز التعبير. هي ورطة بمعنى الكلمة، وأنا بحب أكد أنه ما في عند أي حدا حل سحري لهي الأزمة. هي أزمة كبيرة والكل بيعاني منها، وكل المدن بتعاني منها مش بس رام الله. ولكن هذا لا يعني أبداً أنه فيش بعض الأفكار والحلول الصغيرة التي ممكن تخفف أو تحد من هذه الأزمة. ونقدر نبدا باكثر من شغله. براينا احنا اول شغله لازم بكل الظروف والاحوال ندفش البناء والتمدد تبع المدينه خارج المدينه، هذا شيء اساسي عشان نخفف من الازمه في مدينه رام الله. شغله ثانيه لازم نشتغل عليها هي موضوع المصفات، مصفات على الشوارع، مصفات على اليمين، على الشمال، كل هاي المحلات الممنوع او مسموح لخلال وصول الناس للمدارس او لاعمالهم او لاخره. هذه بدها اعاده تخطيط واعاده نظر بالكامل كيف احنا ممكن نتطلع على بعض المناطق انها ما تكون فيها مصفات يمين شمال من ناحيه سيارات. شغله ثانيه كمان ممكن احنا نحكي عنها بهذا الموضوع وفكرنا. انتقل الى مناره رام الله. الكثير من المواطنين يعترضون في مدينه رام الله على عدادات الدفع المسبق ويعتبرونها غير قانونيه. كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع مستقبلا؟ طبعا احنا زي ما قال جمال وزملائي فيش حلول سحريه بدايه حابه اقول، ولكن احنا بدنا نشوف شو الجدوى. هي في شركه خاصه، اذا هاي الشركه الخاصه في جدوى اقتصاديه بتعود على البلديه على سبيل المثال وفي نسبه منها بتروح للبلديه، قد نجد انه من المفيد انها في لها جدوى اقتصاديه على البلديه، ولكن قد يكون انه هذا الحقيقه مخالفه لهذا الامر. فاحنا بس نوصل للمجلس البلدي لانه ما عندناش اطلاع كامل على هذا الملف على موضوع العدادات، بس يوصل على المجلس البلدي وندرس هذا الموضوع باستفاضه اكثر، بنشوف اذا في لها جدوى اقتصاديه ممكن انه نخليها، اذا في جدوى اقتصاديه لانه احنا كمان نعتقد انه البلديه ما عندهاش قدره على القيام بهذا الدور اللي هو العدادات فهم بالتالي لهذا الاساس يمكن لجأوا لشركه خاصه، بس بدنا نشوف هل هي مجديه غير مجديه. كمان رح نلتفت لشيء كثير مهم انه هموم المواطنين في هذا الجانب، كثير من المواطنين بيشكوا انه انتقل الى رام الله. المستقبل ديون للبلديه على الحكومه تقارب ال 20 مليون شيكل بدل ضريبه الاملاك، اعتذر عن هذا الخلل، بدل ضريبه الاملاك هناك 20 مليون شيكل للبلديه على الحكومه. كيف ستعملون من اجل الضغط على الحكومه للحصول على هذه الاموال مستقبلا؟
يعني بتمنى انه ما يكونش صار في حلول من قبل او تغاضي عن حق البلديه بالاموال تاعتها. بالتالي انا بشوف الحوار مع الحكومه ضروري جدا في هذا الموضوع، زائد اعاده او جدوله الدفعات مع الحكومه، وبالتالي انه في حلول كثيره للمصاري. الحكومه عندها ازمه خانقه، بس في مجال لدفعات بشكل على مراحل اللي نقدر نحصل المصاري الموجوده. واذا لا، اذا ما في مجال لتحصيلها، في حلين. اول شيء انه نخليها بالدفاتر عشان يضل معترف فيها من الحكومه، والشيء الثاني اذا في شركات من نوع اخر تدخل فيه الوزاره، بتدخل فيه البلدية مع الحكومة، ممكن كمان ينعمل بهذا التوجه. بندرس الموضوع، لازم أدرسه منيح وأحلله قبل ما نشوف شو في حلول متوفرة. وشكرا. أبناء البلد، مساحات واسعة من مدينة رام الله لغاية يومنا هذا دون شبكة صرف صحي. كيف، ماذا ستفعلون مستقبلا في ظل شح مصادر الدعم، في ظل شح التمويل لفلسطين بشكل عام وللهيئات المحلية؟ برجع بقول انه رام الله كانت قرية صغيرة وصارت قرية كبيرة، والاستثمار في شبكة الصرف الصحي يمكن من اكبر المشاريع التطويرية اللي سوتها بلدية رام الله، ولكن ما بكفي. ليش؟ لانه عدد سكان رام الله قبل ما تيجي السلطة كان اقل من 10,000، احنا اليوم 45,000. في احدى زياراتنا لبعض المواقع امبارح كان يقول واحد من الزملاء، احنا كان في المنطقه هاي صرف صحي؟ قال له بس هذا الحكي قبل 12 سنه، انت بتعرف ب 12 سنه كم واحد بنولد وكم واحد بيستعمل وكم. رام الله عم تكبر، ولكن شبكه الصرف الصحي مش عم بتواكب الزياده بالسكان، مش الزياده الطبيعيه بالسكان والهجره الداخليه. ولكن رام الله قطعت خطوات متسارعه وكبيره في تغطيه مناطق كثيره في رام الله بشبكة الصرف الصحي، ولكن أنا وياك نعرف والجميع الرسوم البلدية. هل هناك أي مخططات مستقبلية لخفض هذه الرسوم على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في رام الله وسائر فلسطين؟ يجب أن يكون هناك نظر من أول جديد في كل ما يتعلق رسوم البلدية اللي بتحطها على المواطنين. نعرف في شكاوي، ونعرف في كمان ناس مش قادرة تدفع، ونعرف إنه كمان الناس تدمر من خلال الرسوم، ولكن في أكثر من طريقة ممكن نشتغل على الموضوع. أولاً إعادة تنظيم وترتيب كيف الأموال داخل البلدية تصرف، هذا كثير مهم لأنه بيأثر كيف الموازنات المتوفرة عندك. فإذا عدنا هيكلة تصرف ما يتعلق في مشاريع البلدية ومصاريف الإدارية وإلى آخره، هذا بيعطي أكيد مساحة وهامش إنك تخفف على الناس مصاريفهم أو رسوم الضرائب. شغلة ثانية كمان، إحنا يجب أن نحسن التحصيل. في كثير ناس متعثرين، في ناس ما عندهمش قدرة يدفعوا، يجب أن نقدم بزمة مغرية ومحفزة لهذول الناس عشان نقدر نجمع أموال جديدة للبلدية، ولكن ليس عن طريق أموال إضافية أو ضرائب إضافية، ولكن عن طريق تحسين التحصيل للبلدية، وبالتالي هذا بيعطينا فرصة إنه في الجزء السادس في الجزء السادس من هذه المناظرة نستقبل أسئلة الجمهور للقوائم الانتخابية، علماً أننا سنقوم باستثناء أي سؤال فيه تجريح أو تخوين أو يحمل أبعاداً شخصية، وستقوم كل قائمة بالتعقيب على كل سؤال في دقيقتين. ونبدأ بقائمة رام الله المستقبل. عرف متداول أن رئيس بلدية رام الله يجب أن يكون من أهل المدينة الأصليين، ماذا عن أبناء المدينة الآخرين؟ لماذا يسقط عنهم هذا الحق؟ أين المساواة في المواطنة؟ تفضل. هذا الموضوع أخذ بالبلد صدى أكثر مما هو لازم يأخذه. أنا بشوف إنه أول شيء العرف هو عبارة عن عادات إحنا بنتغيرها مع الوقت بحسب تطور المجتمع، بالتالي هي ليست شيء ثابت ولازم نضل موجودين عليه. اثنين، عندنا لما بنطلع في شيء اسمه عرف، في شيء اسمه تشريع،
وإذا التشريع يبيح إلنا نكون جزء من نكون نوصل للرئاسة وأنا مش أهل رام الله الأصليين بروح للقانون والتشريع الموجود. الإشي الأخير أنا بدي أعتذر للناس اللي كلهم عايشة بينهم كنت وما حسيتش بهذا الإشي إنه أوصل إني أناقش الموضوع بيني وبين الناس. أنا بدي أقولكم أنا بنت رام الله وبتمنى الكل يكون ويتعامل معانا زي ما إحنا بنستاهل وزي ما كنا جواتها البلد وقدرنا نعمل فيها الإشي ونكمل. وبحب أحكي لكم بلدية رام الله إلها معزة خاصة، أبوي اشتغل فيها وكبرت فيه وراح أضل أخدمها حتى لو إنه إن بعض الأشخاص واللي بعتبرها إنها أمور شخصية شخص إنه رأي شخصي وليس رأي البلد، وأنا بحترم البلد بكل ما فيها وبكل ناسها. وشكرا لكم. هذا السؤال كان سؤال موحد لجميع القوائم المشتركة. معنا أنتقل إلى قائمة أبناء البلد وأعيد مرة أخرى السؤال. عرف متداول أن رئيس بلدية رام الله يجب أن يكون من أهل المدينة الأصليين، ماذا عن أبناء المدينة الآخرين؟ لماذا يسقط عنهم هذا الحق؟ أين المساواة في المواطنة؟ أنا اللي بدي أقوله إنه إحنا كلنا أبناء رام الله من وين ما كنا، كل واحد فينا بحب رام الله فهو ابنها وبنتها. أهل رام الله استقبلونا وقعدونا ببيوتهم وأكلنا معاهم وشربنا معاهم وحبينا وحبونا، وهدول بالنسبة لهم بالنسبة لنا هدول على العين والرأس. أقل إشي نقدر نقدم لهم إنه إحنا نفرجيهم قديش إحنا فخورين إنه يكون رئيس البلدية منهم، عرفانا لهم لأنهم هم زينا زيهم. أنا بالنسبة لي اللي موجود في رام الله هو ابن رام الله وبشكرا. لماذا يسقط عنهم هذا الحق؟ أين المساواة في المواطنة؟ ما رأيكم بذلك؟ تفضل. أول شيء هذا قانون وحق لكل واحد قاعد في القاعة بغض النظر شو دمه شو جنسيته ومن جاء. ثانيا أبوي فتح أحد البيت بالأربعينات، مصنع ركب، محل ركب فتح بالأربعينيات، ركب مسموح له يرشح ولاده للانتخابات، ابوي واحنا ممنوع نرشح للانتخابات، مع انه الفرق احد السنين يعني 10 سنوات ويمكن ثلاث ارباع الجيل القديم الموجود هون ومن اهل رام الله اشترى من احذيه بعد احد، فبالتالي انا بحق لي زي اي مواطن ثاني وبقدم ضريبه وبدفع الى اخره. والشيء الاهم لوجود هاي المنصه اليوم لاني اقدر اقول لابنائي وبناتي وزملائي اللي قاعدين هون وخادمهم العرف اليوم كيف يمكن واجبنا ودورنا لكل البلد. ننتقل الى منارة رام الله ونفس السؤال، تفضل. طبعا انا حابه اكد على شغله كثير مهمه انه بديش اقول بس انه رام الله احتضنتنا، انه رام الله هي دائما انا حتى لما بسافر لبرا وانا كثير سفراتي هي مثال للتعدديه ومثال لتقبل الاخر. موقفنا احنا انه اجينا على هذا البلد وكان موجود هذا العرف فيها، فاحنا احترمناه واحترمنا انه المؤسس هذا امتياز موجود لهذا المؤسس فاحترمنا هذا العرف، ولكن هذا لا ينفي انه احنا نقبل اي امور لها علاقه بالعنصريه وبالاخلال في النسيج الوطني، واحنا بناكد دائما على التعدديه وانه رام الله مدينه مفتوحه للجميع وجذبت كل الناس من كل مناطق الضفه، فمنأكد على هذا الشيء، ولكن نعتقد انه هذا كان موجود في البلد لما اجينا واحترمنا هذا العرف وهذا الامتياز لمدينه رام الله. وشكرا. جاءني سؤال اخر وهو عام لكل القوائم الانتخابيه، ابدا بهذا السؤال مع قائمه ابناء البلد.
السؤال يقول: هناك مشاريع تطبيعية في الآونة الأخيرة بين رجال أعمال وهيئات حكم محلي مع مؤسسات إسرائيلية، ما هو موقفكم الواضح والصريح والمعلن من التطبيع؟ الشغل أو اللي بنسميه البزنس إشي، والوطنية إشي تاني. المجلس البلدي مظبوط مجلس خدماتي، مظبوط هذا مجلس خدماتي، ولكن هذا مجلس وطني بامتياز. دور المجلس البلدي يبني الإنسان المنتمي، والإنسان المنتمي اللي بيعرف إيش إله وإيش عليه. لا شك إنه التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص شيء كتير كتير أساسي، وبالذات في بلدنا، وشفنا بمؤسسات كتيرة مثل الاتصالات وغيرها، وشفنا قديش هذا الحكي فاد البلد من ناحية نوعية الخدمات. بس هذا الحكي ما بيعني تحت أي ظرف من الظروف إنه يتطرق لموضوع التطبيع. بشكرك. محلي مع مؤسسات إسرائيلية، ما هو موقفكم الواضح والصريح والمعلن من التطبيع؟ مش حكي كتير، موقفنا وطني واضح، وبقول لا للتطبيع. ما يعني ما فيها القصة، ما فيها نقاش وجدال. يعني احنا مؤسسة وطنية، احنا بنعرف موقف اهل البلد، واحنا دورنا نحمل شعار اهل البلد. اذا اهل البلد بيقولوا بروحهم بقلبهم احنا مع التطبيع، احنا ضد التطبيع. اذا اهل يعني ما بيصير بلديه زي بلديه رام الله رياديه بكل معاني الكلمه تكون في محل مش مقبول لاهل البلد، واهل البلد بيقولوا لا للتطبيع، وبالتالي احنا كمان دورنا نحفز اهل البلد على عدم التطبيع. هذا دور اساسي وجوهري، وكتله رام الله بلدنا مع الكتل الاخرى في البلديه يجب ان تعمل، ان تضغط، ان يبقى موقف البلديه واضح وثابت موضوع التطبيع. واضح لا للتطبيع، واكثر من هيك مش بس التطبيع، التضليل في مشاريع معينه قد تكون فيها بشكل غير مباشر. بشكل مباشر او غير مباشر، وايضا العطاءات احنا نوعدكم، هذا وعد منا انه العطاءات راح ندقق فيها، ومرجعيتنا في هذا الموضوع هي BDS حركه المقاطعه، ولن نقبل بالتطبيع. البلديه دورها دور وطني ويجب ان تتخذ هذا الدور، وانا بضم صوتي لصوت زميلي جمال وباكد عليه. شكرا. اول شيء التطبيع مش وجهة نظر نيجي نناقشه، في إلها معايير واضحة لنا ولكل الناس شو هي التطبيع، وبالتالي التطبيع موقف وطني مرفوض تماما لإلنا إحنا كمان إذا وصلنا للبلدية وكنت رئيسة البلدية. وفي إشي إضافي، حتى لو المجلس كان القرار في داخل المجلس وأخذ أغلبية، أنا استقالتي رح تكون موجودة. والإشي الأخير إنه حسب أرلم إنه رح أعمل فريز إذا وصلت وصرت رئيسة بلدية، وأنا رح أكون رئيسة بلدية إن شاء الله، أعمل فريز للموقع هذا، وممنوع تؤكتيفيت هذا الموقع. نائب الرئيس الموجود بإسبانيا صار بده يتوقف فورا، أو يا فريز حتى أو استقالة. وشكرا. سلامي سؤال آخر، وهو سؤال أيضا عام لجميع القوائم. أبدأ هذا السؤال مع قائمة رام الله بلدنا. يقول السؤال من المواطنين الجمهور المشارك معنا في هذه المناظرة التي تبث مباشرة على شبكة وطن الإعلامية وشبكة معا الإعلامية. يقول السؤال: كيف ستعمل قوائمكم على تعزيز الحالة الديمقراطية في المدينة والحفاظ على التنوع الموجود، تحديدا في ظل تصاعد حالة القمع والضبط التي عايشتها المدينة في الأشهر الماضية من قبل الأجهزة الأمنية؟ تفضل. أهم شيء، مدينة رام الله هي مدينة تقبل الآخر. يجب أن نعمل مع مواطنينا جميعا بدون استثناء، أن قبول الآخر وفكر الآخر ورأي الآخر
واحساس الاخر وايش بدك جزء من قناعتنا، لانه هاي المدينه هيك مدينه رام الله استوعبت وتستوعب كل فئات واهل فلسطين كل محل، وبالتالي من الطبيعي ومن المنطقي انه احنا لا طبعا نقبل الناس هذا يكون معنا، ان نقبل ارائهم وان نحميهم من اي سوء، وبالتالي يجب العمل بشكل واضح مع جميع الاجهزه الامنيه وغير الاجهزه الامنيه والضغط والمناصره وايش بدك من اساليب موجوده بين ايدينا، انه يقبلوا الاخر وقبول الاخر وفكر الاخر، لانه هذا حق طبيعي وحق كفله القانون، يعني مش بلديه رام الله كافيه هذا الحق، هذا حق اساسي من حقوق المواطنه بداخل فلسطين، وبالتالي يجب ان نسعى مع كل الاجهزه ومع كل المؤسسات الرسميه من محافظه ومن شرطه ومن اجهزه مختلفه انه يكفلوا لجميع المواطنين حقهم بالتعبير عن رايهم مهما كان معارض او مؤيد للسلطه الوطنيه. السؤال يقول: كيف ستعمل قوائمكم على تعزيز الحالة الديمقراطية في المدينة والحفاظ على التنوع الموجود تحديدا في ظل تصاعد حالة القمع والضبط والضغط التي عايشتها المدينة في الأشهر الماضية؟ نعم، السؤال الجواب هو انه موضوع الديمقراطية واللي لاحظناه في حالات العزوف عن الانتخابات وعدم إيمان المواطنين بشكل عام انه في اصلا ديمقراطية، يجب أن تبقى رام الله هي مدينة يعني متقبلة للآخر وفيها ديمقراطية. أنا بركز هون على أهمية التشريعات، وفي كتير تشريعات مهمة في هذا المجال لحد الآن هي مؤجلة على طاولة الرئيس، تخص الحالة اللي هي العلاقة في القمع وحرية التعبير عن الرأي. هاي القوانين كلها يعني نوقشت المناقشة الأولى والثانية والثالثة وما لم تقر حتى الآن بسبب اللي حدث عندنا، وفي عندنا مثال كمان على القمع، ارتفاع القمع اللي هي قتل نزار بنات عن سبب الإصرار بالترصد، وهذا شيء غير مقبول. نعم، سنتعاون مع الأجهزة الأمنية، ولكن ليس فقط بحسب وجهة نظرهم وبحسب وجهة نظر السلطة الوطنية الفلسطينية. المؤسسات يجب أن تتخذ دورها، المؤسسات النسائية، المؤسسات اللي لها علاقة في الجانب القانوني لسن هذه القوانين اللي بتكفل المواطنين حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر بدون التعرض للأذى. وشكراً. نفس السؤال. إيه بدي أقول القمع مرفوض جملة وتفصيل، إن كان من الأجهزة الأمنية أو أي حدا. بالتالي أنا بشوف الموضوع باتجاهين: الضغط على الحكومة بهاي حالات إنه لازم نرجعهم لورا وهذا دورنا معهم. الإشي الثاني القوانين الحامية للتعبير عن الحريات، الضغط على إنها تضل إذا مش مقرة تقر، والتعبير عن الحرية المسؤولة، وهون بدنا نحكي عن الحرية المسؤولة إنه إحنا بوضع احتلال وما بيصير نفرق بعض، أي إشي بيجمعنا لازم يضل يجمعنا، بس الحرية مكفولة لكل فرد وما في تنازل عنها ولا لأي سبب. شكرا. أنتقل إلى البلد، تفضل. نفس السؤال. أنا بدي أعيد وأكرر إن الدور البلدية خدماتي بامتياز، ولكن دور البلديه بالمجلس البلدي اللي بدنا احنا نديره بده يكون تعزيز سياسه الانفتاح وحمايه التعدديه وضبطها. هذا الحكي بيعني انه يكون في قانون، وبنفس الوقت احنا عم نبني انسان. لما نبني الانسان ونعطيه الخدمات بنبني انسان منتمي، ولما يكون الانسان منتمي بيكون محمي بالقانون. احنا بنرفض اي حدا تنمس كرامته في مدينتنا، وهذا هذا مش التزام مني، هذا التزام منا كلنا ومن كل الموجودين. بعيد وبكرر انه دور البلديه خدماتي بامتياز، ولكن هذا ببني المواطن، والمواطنه الصالحه هي المواطن المنتمي، والمواطن المنتمي هو المواطن المحمي بالقانون. يقول السؤال: الجلسات العلنية ليست من حق البلدية نشرها، فهنالك قضايا خاصة بالمواطنين وليس من حقكم الإعلان عنها لخصوصيتها، هذا لا يعني الشفافية، ماذا تردون؟ نرد إنه أنا أشرت في حديثي إنه هذا أولاً بالاتفاق مع كافة أعضاء
المجلس لأنه قد يكون في هناك معارض، هذا مش قرار متفرد، ولكن إنه إحنا نعتقد إنه ما عم بحكي أنا عن كل جلسة إنها تكون، ولكن من أجل كل فترة إنه يشعر المواطن إنه هو إحنا بنتلمس همومه وبنسمع شو عنده يحكي، وإحنا كمان متسقين مع مطالبه وحاجاته والخدمات اللي هو بده إياها. من وقت لآخر ممكن إنه تكون إحدى الجلسات اللي فيش فيها إشي خاص وما تتعلق بقضية خاصة علنية تيحس إنه إحنا على المستوى الكافي من الشفافية. وشكراً. سؤال وصلني لأبناء البلد، هل من ممكن لقائمتكم في حال وصولها لرئاسة المجلس فتح باب التحقيق في قضايا فساد قد تكون قد حصلت خلال آخر دورتين؟ إحنا بالنسبة لنا إذا في قضية تتعلق بالفساد أو أي شكوى صغيرة لم تحل، فمن مسؤوليتنا قدام المجتمع اللي انتخبنا إنه إحنا نفتح التحقيق ونكمله. بس كيف ممكن في ظل سيادة رأس المال التأكد من تحقيق العدالة في توزيع الموارد في رام الله؟ بسيط السؤال بصراحة، ترفض أنت بلدية وعندك حق الرفض، وبالتالي أنت كمجلس بلدي تشوف أي توغل أو بتشوف هذا المشروع لن يخدم البلد ولن يخدم المواطنين ولن يخدم يجب أن تبحث مع هذه الجهة كيف ممكن تحسن هذا المشروع يخدم البلد. ما خدم البلد ببساطة بلدية بترفض، هي عندها سلطة ترفض أي شيء ما بتناسب وبيخدمش الناس وبيخدمش أهل البلد. موضوع برأيي بسيط مش معقد. سؤال أيضا وصلني إلى رام الله. أول شيء هذا الموضوع أنا ضد المخالفات، بس المفروض الدور البلدية توقف المخالفات لما تشوفها، بما إنه هذه القصص ما كانتش تكون موجودة في بعض الحالات، معالجة هاي الأمور راح تكون كيس باي كيس، حالة بحالة، كل حالة راح تكون مختلفة عن الثانية، بالتالي راح تكون الحلول للمخالفات بالتوافق الحالية. بس بوعد إنه أي مخالفة بدها تكون لازم بالوقت المناسب يتم توقيفها، لأنه الموضوع مش جباية مخالفات وغرامات، الموضوع في حقوق للناس وفي التزام بالقانون والتعليمات الموجودة بالبلدية. وأنا بعرفش ليش اتهاونوا ببعض الحالات وخلوها تكمل للآخر بدون ما يوقفوها بالوقت المناسب. وشكرا. سؤال وصلني لجميع، السؤال هو سؤال عام لجميع القوائم. يقول السؤال: الشباب يحتاج إلى زيادة الاهتمام في مدينة رام الله، ماذا تخططون للشباب ذكورا وإناثا؟ تفضلي، نبدأ مع منارة رام الله. الشباب هم من وجهة نظرنا عماد المجتمع وهن الأساس، لازم تتوفر للشباب فضاءات بدل من التسكع في الشوارع. في عنا أندية ولكن الأندية ليست كافية، أندية كشفية، أندية رياضية، احنا بحاجة لبناء أندية رياضية وكشفية، بحاجة لفضاءات أخرى اللي هي عبارة عن حدائق متنفس يكون فيها للشباب، وبحاجة أيضا إنه مؤسسات مختلفة تتبنى مبادرات شبابية وإنه تشجع هدول الشباب. شكرا. رام الله المستقبل، تفضلي. تحكي بالموضوع من اتجاهين، في حاجات أساسية وهون البلدية بتكون شريك وبتشبك مع عدة ناس، اللي هي حاجات الشباب. أول إشي يلاقوا فرص عمل، يقدروا يكونوا موجودين يشتغلوا، بالتالي هذا مش دور البلدية لحال، في تشبيك لتفعيل مدينة رام الله اللي تقدر تستوعب هاي الناس. الجزء الثاني ما يختص بالحاجات الثقافية والرياضية والفنية، أنا لسه بقول إنه التشبيك مع المؤسسات المجتمع المدني أساس، وأنا بقول إنه البلدية مش لازم تأخذ دور المؤسسات الموجودة وتحل محلها، التشبيك معها كافي وتسهيل عملها من خلال إعطائها شو في موارد بالبلدية بتقدر تعطيها للأكتيفيتز الموجودة للشباب. شكرا. أبناء البلد، ماذا ستفعلون للشباب مستقبلا في رام الله؟ أبناء البلد بيشوفوا إنه الشباب بآخر انتخابات كان لهم أقل نسبة تصويت،
وهذا الحكي احنا بنتعهد انه بالدورة الجاي يكون اعلى نسبة تصويت. الشباب يمكن عم بيشوفوا انه هن مش مهتمين لانه ما في شغلة تجذبهم للبلد. انا لما قلت بناء المواطن من خلال خدمات البلدية بالريادة والابداع، الفكرة انه نجذب الشباب لعنا. نعم في عنا تراث وثقافة وفن، ولكن الشباب بدهم اكثر. احنا بدنا نعتبر انه برنامجنا هذا عبارة عن مسودة، وبدنا نقعد مع كل الناس شباب وصغار وكبار ونسمع منهم قبل ما نبدأ نشتغل شغلنا. وأنا متأكد إنه من خلال الشباب رح نطلع بأفكار ريادية خلاقة، ولاحظنا ببعض المشاريع الصغيرة اللي سوتها بلدية رام الله من خلال المجلس الحالي، وكانت تجربة كويسة كثير بنحب نكمل عليها ولكن برونق مختلف. شكرا. يعني أول إشي إحنا بنضع آلية لهذا الموضوع، آلية تضمن وصول صوت الشباب ورأيهم بشغلتين: الأولى حاجاتهم، وثانية المشاركة بصنع القرار. وبالتالي عشان هيك إحنا في برنامجنا حطينا فكرة إنشاء جسم مجلس شبابي يكون جزء من تخطيط لبلدية رام الله ومستقبل مدينة رام الله ومستقبل المشاريع في مدينة رام الله. هذا واحد. اثنين، أنا بعرف هاي القاعة، هاي إحنا هون قاعدين بهاي القاعة، في فوق غرف، في قاعات، البلدية عندها قاعات، عندها مسائل إلى آخره. دور البلدية إنها تحتضن أي فكرة شبابية ومبادرة من أهل وشباب البلد إنه يستخدموا هذه الموارد لمشاريعهم، لأفكارهم، لفرصهم، إن كانت فرصة بالعمل، فرصة بمشروع له علاقة بالطاقة، أي فرصة ممكن الشباب يستخدموا هذه الموارد الخاصة بالبلد التابعة للبلدية يكون جزء لا يتجزأ من ما يقدمه للناس لهذا الشباب. وشيء أخير، بشعر إنه في ضعف جدي في موضوع الرياضة في مدينة رام الله والخدمات الرياضية، بمعنى الملاعب وما يدور حول الملاعب وإلى آخره. وبالتالي إحنا سنعمل بأكثر من طريقة على توفير ملاعب متخصصة في مجالات متخصصة حسب الحاجة وحسب أولويات الشباب، أولويات الشباب في هذا الموضوع. وصلني سؤال أيضا من الجمهور وهو سؤال عام لجميع القوائم. يقول السؤال: في حال لم تحسم المجلس في الانتخابات، مع من تفضل أن تتحالف من القوائم المتنافسة؟ نبدأ مع قائمة رام الله المستقبل، تفضلي. أنا أول إشي حاطة في بالي أكون الرئيس. هاي أول نقطة. الإشي الثاني اللي أنا مهنيتنا واستقلاليتنا، أي حدا بيشترك معانا بالرؤية والخطط والبرامج راح يكون حليف لإلنا، ونعمل مع بعض تحالف، ويمكن يكونوا كل الأربعة نكون متحالفين معهم. يعني هذا جواب دبلوماسي بصراحة. أنا هيك جوابي، لأنه سؤال واضح بدون قائمة من القوائم، مين بتفضلوا؟ ما عنديش أي وجهة نظر هلأ، ما بقدر أحكي غير لما بعد ما ندخل ونشوف الوضع الموجود، بس إنه كلياتهم بتوافقوا معي. بس أي حدا بكون مستقل والأجندة تاعته بتكون داخل المجلس للمصلحة والمهنية رح يكون أقرب علي من أي حدا تاني. شكرا. ماذا عنكم في البلد؟ سؤال، أعيد السؤال مرة أخرى: في حال لم تحسم المجلس البلدي في الانتخابات، مع من تفضل أن تتحالف من القوائم المتنافسة؟ أول سؤال سألتنا إياه قلت لنا إنه برامجكم متشابهة، وقولوا لنا إيش الشغلات اللي بتميزكم. إحنا في عنا شغلات بتميزنا، اللي بيوافق على الشغلات اللي بتميزنا بدخل معنا. هذا أول. ثانيا، إحنا اليوم كل واحد فينا عم بدافع عن وجهة نظره، وكل واحد فينا بده ياخذ أعلى عدد كراسي في المجلس. إحنا بالنسبة لنا مقتنعين إنه رح ناخذ المجلس. اختلافاتنا لقبل 26 الشهر. نعم. سؤال واضح. أنا فاهم عليك. من هي القائمة اللي بتعتقدوا أنا أقرب لإلكم ممكن تتحالفوا معها مستقبلا في حال لم تحسموا المجلس؟ تفضل. ما هو نفس الإشي، نفس الجواب، لأنه أنت قلت إنه إحنا متساويين. أنا عم بقول إذا في اختلافات، اللي بيوافق على الاختلاف تبعنا معه فهو أهلا وسهلا فيهم معانا. إحنا اليوم مختلفين، بس لما ندخل على المجلس 15 واحد رح نكون من كلنا، ولما نمسك ايدينا كلنا نكون يد واحدة. مين مكان بدأ؟
عمان تشوف. مرحبا. لأنه حنجيب ثمانية. في حال لم تحسن المجلس، هذا هو السؤال. لم أحسن المجلس؟ في حال. مع أي حدا بعطينا الرئاسة من نائب الرئيس؟ أي حدا من كتل الثلاثة بتعطينا أو الرابعة إذا أجت بعد الخامسة بتعطينا الرئيس ونائب الرئيس إحنا هنتحالف معه. بسيط الموضوع. رايحين للمجلس البلدي وانا راح اصير رئيس البلديه واحنا جايين بهذا المجلس. ثانيا من وجهه نظرنا هذا الموضوع كثير بكير انه نحكي فيه، زي ما حكوا زملائي احنا ماشيين على مبدا الشراكه، اختلافاتنا مش راح ناخذها معنا. ولكن السؤال على في حال لم تحسموا المجلس البلدي، تفضل. مبكر الحديث عن هذا الموضوع بعد ما تطلع نتيجه الانتخابات لكل حادث حدث، شكرا. تمام. في الجزء السابع من هذه المناظرة نسأل عن تشجيع الاستثمارات والنهوض بالواقع الاقتصادي في البلدة لخفض مستوى في رام الله لخفض مستويات الفقر والبطالة، والإجابة على هذا السؤال في دقيقتين لكل قائمة، ونبدأ بقائمة أبناء البلد. قائمة أبناء البلد، ماذا ستفعلون لتشجيع الاستثمارات في مدينة رام الله؟ هل هناك يعني سيكون مساعدة؟ هي هناك نحكم معايير واضحة في التعامل مع المستثمرين؟ هل سيكون هنالك مثلا خصومات معينة، تسهيلات معينة، أم ستنساقوا برغبة المستثمرين في رام الله؟ تفضل. أكيد موضوع ننساق، لا مش راح ننساق، راح يكون في فرص للجميع متساوية. بالنسبة لنا موضوع الاستثمارات في رام الله اليوم أنا ما بقدرش أحكي عنها لأن في كتير برامج وفي كتير مشاريع موجودة عند المجلس البلدي، وفي ما انطرحت على علينا كسكان، ما عرفناش عنها، يمكن هي لم تنضج بالشكل الكافي. ولكن لما بيكون في فرص زي هيك احنا كتير معنيين ننمي المناطق اللي بدنا نتوسع فيها بالشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي العلاقة. هذا الحكي بيؤدي لنوعية شغل، نوعية خدمة أعلى، وأهم من هذا الحكي تكلفة أقل. إحنا لن نستقطب مستثمرين من شان ناخذ من جيب المواطن تعريفة زيادة، وهذا الحكي إحنا مسؤولين عنه. الاستثمار مهم والاستثمار مجدي وجيد، ولكن هذا الحكي لازم يتوافق اولا مع سياستنا، سياسه المجلس بالبلد القادم، وسياسه الاستثمار العام في البلد. شكرا. رام الله بلدنا، رام الله بلدنا. نفس السؤال، ماذا ستفعلون من اجل تشجيع الاستثمارات في رام الله؟ هناك سيكون معايير واضحه لتشجيع المستثمرين ام ستنساقوا وراء رغباتهم وارادتهم؟ بالتأكيد في هناك عدة استراتيجيات ممكن الواحد يتبعها، ولكن احنا ببرنامجنا حددنا عدة طرق، ومن أهمها استراتيجيتين. الأولى هي انتهاز سياسة تحفيز الاستثمار، بمعنى يجب أن تقدم رسمة مقبولة ومنطقية لكل المستثمرين في مجالات متعددة البلد بحاجة إليها، وبالتالي يجب أن ندرس الرسوم بشكل جيد، وكيف ممكن تلاقي بينك وبين المستثمر بعض نقاط التلاقي عشان يكون هو مرتاح لاستثماره وانت تكون عارف انه عم يلبي رغباتك. فهذه سياسة واضحة واستراتيجية واضحة عنها. السياسة الثانية المعروفة في ومعروفة في كثير دول في كثير بلديات هو الشراكة مع القطاع الخاص، بمعنى مشروع الموجود على المنارة الباركينج هذا الكبير الضخم، ما المفروض كان البلدية تبنيه لحالها وتعمله لحالها وتشتغل لحالها وتحمل مسؤولية عملياته لحالها، وكل هذا الحكي مش قدرة البلدية ولا إمكانيات البلدية ولا دور البلدية، ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص بطريقة مقبولة ويكون فيها البنود واضحة ومنحازة لصالح البلدية وصالح خدمات الناس، احنا مستعدين ندخل شراكات، مش شريك واحد واثنين وثلاثة، ندخل شراكات منطقية عقلانية تخدم الناس وبتكون
كل منتجاتها وافرازاتها بالاساس بتخدم حاجات الناس وبيستفيد القطاع الخاص منها بطريقه او باخرى. نعم ننتقل الى رام الله. السؤال يقول: ماذا ستفعلون من اجل تشجيع الاستثمارات في مدينه رام الله والمستثمرين؟ هل هناك سيكون معايير واضحة للتعامل مع المستثمرين أم ستنساقوا للضغط الذي سيمارسه المستثمرون عليكم؟ أكيد مش رح ننساق، يعني جزء إحنا أساسي من برنامجنا هي الاستقلالية وعدم السياق سواء لشيء خارجي أو داخلي. طبعاً التصرف رح يكون بهذا الموضوع بحسب القانون، لازم تكون في معايير موضوعة وهي المعايير هي اللي بتحكم عملنا، ولكن إحنا مع تحفيز الاستثمارات، ولكن زي ما قلنا انه يكون مثلا في رزمة معينة، بس الرسوم ما تكونش يعني الارقام تكون فلكية والارقام تكون مهولة. بالشراكة ممكن يكون مع مؤسسات القطاع الخاص على اساس انه الفرص انها تكون متساوية للجميع والمعايير واضحة فلن ننساق. شكرا. اول اشي بدي احكي عن ممتلكات البلدية، هي مش ملك للمجلس ولا رئيس البلدية، هذه ملك الشعب كله، بالتالي يجب أن تستخدم ضمن غايات عمل البلدية فقط لا غير. والتحفيز للقطاع الخاص بيجي إنه أخلق مدينة عصرية جاذبة للناس، وبقية القطاع الخاص بتم تحفيزه مش من البلدية. هذه سياسات حكومية محفزة، قد تكون البلدية لها حصة صغيرة، بس إذا إشي مخالف للقانون مش راح يعمل فيه، وأي إشي محاباة لرؤوس حساب المواطن مش راح ندخل فيه وراح يكون القرار لا. في الجزء الثامن من المناظرة الانتخابية نسأل القوائم المتنافسة عن مخططاتها لدعم الفئات المهمشة وخصوصا ذوي الإعاقة، ونعطي دقيقتين لكل قائمة للإجابة على السؤال، ونبدأ بقائمة رام الله بلدنا. ماذا ستفعلون للفئات الفقيرة والمهمشة في رام الله وخصوصا ذوي الإعاقة؟ يعني ذوي الإعاقة أو هلا يطلق عليهم ذوي الهمم العالية، احنا هم جزء كامل متكامل من توجهاتنا، يعني ما في شيء بنعمل في البلدية يكون مستثنين منه، فهذا شيء أساسي وبجوهر عملنا وفكرنا ككتلة. شيء ثاني بحب أحكي عن هذا الموضوع، بتلاحظ في معظم المباني والمرافق العامة وغيرها لحد اليوم ما في اهتمام ولا في خصوصية ولا في تأسيس بنية تحتية صحيحة لهذول الناس، وبالتالي احنا سنعمل على الموجود إعادة هيكلته وتظبيطه إن أمكن في بعض الحدائق أو المرافق العامة والأخرى. وفي فالشيء الجديد يجب أن نطبق القانون الواضح اللي بيقول إنه لازم المعايير تبعون هدول ذوي الإعاقة والهمم العالية يكون موجود بأي مبنى بأي مرفق بأي حديقة متوفر، وبالتالي على البلدية والمجلس البلدي من يكون يتحمل هاي المسؤولية ويأمن هدول الناس هذا الدور. زائد لما حكينا بنستوعب الشباب في أفكارهم ومواهبهم وإلى آخره، هم زي باقي، سنفتح هذه الفرصة لهذول الناس لأن هم بالآخر زينا زيهم بدهم الحق بالخدمة كاملة من ألف للياء كمجلس بلدي. الإعاقة في رام الله بشكل عام طبعا في كتير فئات مهمشة، تحديدا ذوي الإعاقة. احنا برنامجنا مبني اساسا على عدالة وشمولية الخدمات اللي هي بدها توصل لكافة المناطق وكافة الفئات المهمشة ومنها ذوي الإعاقة. وهون بحب احكي عن جانبين مش جانب واحد. اول اشي فيش مرافق لما تروح للمرافق المختلفة في البلد ما بتشوف انه طريقة لاستيعابهم، هذا رقم واحد. ثانيا هن بلشوا من جديد ينخرطوا اكثر بالفضاءات الثقافيه والفنيه، واذا ما بعرف اذا بتعرفوا في فرقه رقص تعرض هون على هذا المسرح كلهم من ذوي الاعاقه في مهرجانات مختلفه. هدول الناس اول ما بلشت تجربتهم كانت صعبه كثير، بس هلا صاروا فرقه وعم بيشاركوا حتى في مهرجانات في الخارج. فاحنا فكرتنا انه مش بس إذا في مرفق معين أو الحمامات إنه تستوعبهم، كمان الفضاءات الثقافية والأندية المختلفة وإنه يشاركوا ويمثلونا حتى في المحافل الدولية، لأنه هذا دليل على تقدم رام الله وفلسطين بشكل عام. شكرا. رام الله المستقبل، ماذا ستفعلون لذوي الإعاقة في رام الله؟ تفضلي.
الموضوع. أنا بشتغل فيه حاليا من خلال موقعي مع وزارة التنمية الاجتماعية. بحب أحكي لكم إنه الإعاقة مش ذوي الإعاقة هن مش مادة عشان نجيب فيهم دعم لإلهم، هن ناس عندهم حقوق. القانون الإعاقة لم يتم إقراره لحد اليوم، وأنا بشوف للحماية الاجتماعية يجب إقراره. الإشي الثاني بحولهم مع وزارة التنمية الاجتماعية. ما ينقصنا معهم إنه ما في إلهم معلومات، بنك المعلومات غير متوفر في فلسطين لذوي الإعاقة. أنا ما بشتغل على سجل الاجتماعي للإعاقة عشان حصرهم لذوي الإعاقة، رح نحصرهم، نعمل تدخلات بين معهم ويكونوا جزء، كيف ندمجهم ونحميهم بالقانون وليس نمن عليهم بتدخلات بسيطة موجودة، ورح أوديهم لوزارة التنمية الاجتماعية يكونوا جزء من السجل الاجتماعي. وشكرا. ماذا عنكم في أبناء البلد؟ ماذا ستفعلون لذوي الإعاقة في رام الله؟ المضبوط، هذا موضوع لما بمشي في رام الله بفتخر. لما بطلع على الشركات وعلى البنوك وعلى الوزارات وعلى مبنى البلدية بلاقي إنه في المنطقة اللي بالحد الأدنى بترحب في ذوي الإعاقة الحركية إنه يقدر يوصل لجوا بدون مشكلة، وهذه أنا برفع لهم فيها التحية. هذا بعني إنه في توجه، وهذا جزء من الشغلات اللي إحنا بنقول فيها إحنا مكملين. طبعاً هذا مروراً بالأرصفة كيف مايلة، مروراً في المواقف اللي موجودة أزرق واللي بصف عندها بتخالف بثلاث أضعاف اللي بتخالفه وبتخالفه الشرطة والشغلات هذه. كل هذا بدل إنه البلدية في توجه، في نهج داخل المجلس البلدي كسياسة. وأنا هذا بالنسبة لي إشي خط أحمر بالنسبة لنا ككتلة، وراح نستمر فيه بقوة. أما بالنسبة لموضوع الفئات المهمشة، وخليني هنا أتطرق لموضوع المخيمات، لأني أنا بعتبر إنه دعمنا لإلهم هو أساس في صمودهم، ووضعهم الاستثنائي بده حلول استثنائية خلاقة. هذا الحكي بالنسبة لنا، ما بحبش أنا أسميهم فئات مهمشة، ولكنهم بأمس الحاجة لدعمنا. وإحنا في زياراتنا الأخيرة لآخر بعض المواقع في رام الله مسوا قلبنا ومسوا عقلنا ومسوا حواسنا، وإحنا ملتزمين إنه ندرس طلباتهم على أعلى المستويات. شكرا. الثالث، وهو هل غيرت المناظرة الانتخابية من قرارك في اختيار القائمة التي كنت أو التي ستصوت لها؟ نعيد السؤال مرة أخرى، هل غيرت المناظرة الانتخابية قرارك في اختيار القائمة التي ستصوت لها؟ الجواب بنعم ولا. نعود مرة أخرى إلى الجمهور المشارك، حيث جاءت نتيجة استطلاع السؤال الثالث على النحو التالي. نعم أو ما زالت ما زال الانتخاب جاريا او ما زال السؤال؟ نعم، نتمنى من الجميع المشاركة في هذا الاستطلاع معنا على الهواء مباشرة. نعيد السؤال، هل غيرت المناظرة الانتخابية من قرارك في اختيار القائمة التي ستصوت لها؟ في الجزء التاسع من المناظرة نسأل القوائم المتنافسة عن تطوير السياحة في مدينة رام الله، ونعطي لكل قائمة دقيقتين للإجابة على هذه الأسئلة. نبدأ مع قائمة منارة رام الله. منارة رام الله، ماذا ستفعلون من أجل دعم السياحة في مدينة رام الله مستقبلا؟ في جانبين أنا برأيي للسياحة. في عنا السياحة الداخلية وهي لازم نركز عليها. في عنا مناطق مختلفة بفلسطين مهملة ومش مهتمين فيها بالشكل المناسب، فمن وجهة نظرنا أنه لازم نركز عليها والاهتمام فيها لجذب السياح داخليا. وكمان في مناطق تحديدا بالضفة، وللأسف بسبب هلأ كمان جائحة الكورونا صار في عنا مشكلة أكبر أنه ما في عدد سياح، فبرأينا أنه لازم هلأ نشجع هاي الأنواع من السياحة خاصة للمناطق الموجودة في الضفة طبعا، والقدس، لأنه القدس هي عاصمة فلسطين، فلازم كمان نشجع السياحة للقدس وبيت لحم، الاهتمام أكثر بالمرا
المرافق بشكل منظم، انها تكون مقننه، انه في جهه مسؤوله عنها، مؤسسه مسؤوله عنها، مش متروكه لاكثر من جهه ومهمله. شكرا. اول شيء بشوف انه السياحه موجوده برام الله، بدهاش تشجيع عليها، حتى فلسطينيه الداخل بيجوا عنا وموجودين عنا. عنا المطاعم جزء من سياحتنا الموجوده، كنت بتمنى ما تكونش بس المطاعم، في شكل لرام الله لازم يكون موجود ببعض الاماكن، تم الاهتمام بجزء منه. بشوف كمان موضوع تحفيز الثقافة والسياحة والرياضة وعمل مهرجانات داخل رام الله ممكن تشجع هذا الموضوع، إضافة إنه تشجيع فلسطينيين الخارج يرجعوا على البلد إن كان للاستثمار أو للزيارة وتكرير زياراتهم، بإنه يكونوا جزء من ثقافتهم إنهم يجوا كمان على البلد. شكراً. أنتقل إلى أبناء البلد، ماذا ستفعلون لتشجيع الواقع السياحي في مدينة رام الله مستقبلاً؟ إحنا في أبناء البلد منشوف أولوية نحافظ على الخضار الأخضر ونحافظ على المناطق اللي ظلت خضرة في رام الله ونحاول نحولها لمناطق ترويحية، اللي هي أساساً اليوم بدأت بفعل الأمر الواقع، ولكن هذا الإشي بحاجة لتنمية بقدرات المناطق هذه مشان تقدر تخدم السياحة. وأنا بأكد إنه أولويتنا في هذا الموضوع هي السياحة الداخلية. الناس اللي بتيجي من برا على رام الله بتحب طبيعة رام الله وبتحب الطيبة اللي في رام الله وبتحب أصل رام الله والشغلات البسيطة اللي موجودة في رام الله. هم مش جايين يشوفوا العمار في رام الله، فبالتالي إحنا كتير بهمنا ننمي المناطق الخضراء، المناطق الترويحية، ونحافظ على الشغل اللي عم بنشغل بقوة على الصعيد الثقافي من ناحية التراث وفن. منشوف بالسياحة الداخلية الناس بتحب سوق الحرجة، ومنحس انه هذا الاشي البسيط الصغير عم بيستقطب من اهلنا في الداخل المحتل ومن المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية بيجوا عليها، وبيعتبروها هاي السياحة لما بيجوا بيشتروا التطلة وبيشتروا زيت الزيتون والزيت والزيتون. الشغلة الرابعة اللي بدي أحكيها اللي هي تعزيز فكرة المهرجانات. إحنا منشوف في مهرجانات بالخليل بتخص العنب، وفي مهرجانات بتخص بتحكي بموضوع المشمش وشغلات زي هيك، اللي بتقدر بلدية رام الله كمان تتحالى في حالها في الشغلات اللي موجودة في رام الله وتعمل منها مهرجانات اللي تنمي السياحة الداخلية والسياحة الخارجية اللي بتيجي من أهلنا وإخوتنا في فصل الصيف بالأخص، وكمان بموسم الاعياد. احنا هلا مقبلين على العيد الكبير، على عيد الفصح، ومنشوف شوارع رام الله مليانه بسبت النور، وهذا الحكي مش بس بيعزز السياحه الداخليه، منشوف الناس موجودين. انتقل الى قائمه رام الله. يعني السواح بيطلعوا على صوره، لما يجي اي سائح على البلد بيطلع على تفاصيل البلد زي مطعم مفهوم، لكن النظافة جزء أساسي عشان السائح يضل يجي عندك تتكرر زياراته. نظافة الشوارع وكل شيء يتعلق في النظافة. اثنين، المساحات الخضراء وزيادتها أكيد جزء أساسي من إقبال السائحين. ثلاثة، إشهار الأسعار بالتعاون مع الجهات الخاصة، يعني الناس تيجي على البلد لتشتري أغراض تعرفش الأسعار الموجودة في البلد، وبالتالي السائح دائما بيرتبك من هاي القصة، فأنا لازم أريحه نفسيا. بس العلاقة مع الجهات الخاصة زي وزارة الاقتصاد وغيره بقدر أفرض سياسة إشهار الأسعار اللي موجودة، وبالتالي هذا بريح السائح. راح أعمل هذا الحكي. في عندنا مجموعة كبيرة من الفنادق، في عندنا مجموعة كبيرة من الشركات السياحية، يجب تنظيم رزق سياحية متنوعة مختلفة لأهلنا في 48 وغير 48، وبالتالي حتى يعني أنا ما بنسى نابلس والخليل، وهم جزء من السياحة لازم يكون عندنا مش بس أهلنا ب 48، وبالتالي هذه الرزم اللي في مواسم مختلفة مثل موسم عيد الميلاد، موسم رمضان، موسم رأس السنة، مواسم الصيف، مواسم اللي فيها